بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوان الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس 40 حول تصميم برنامج الكاشير. إذا في الدرس الماضي انتهينا من تصميم التقرير، وإن شاء الله في هذا الدرس سوف نقوم بإضافة الأكواد لإظهار التقرير من خلال زر الطباعة الموجود عندنا هنا في الأسفل، وأيضا عند الضغط على المفتاح Escape، وقلنا أنه المفتاح Escape يقوم بحفظ الفاتورة وفتح فاتورة جديدة. حنضيف أيضا على إجراء الطباعة، أي أن المستخدم عندما يقوم بالضغط على المفتاح Escape الموجود في لوحة المفاتيح سوف يقوم بالدرجة الأولى بحفظ الفاتورة، وبعد أن يقوم بحفظ الفاتورة سوف يقوم أيضا بالمرحلة الثانية بطباعتها. طيب، في البداية أولا خلينا نروح، بعد ما قمنا بإنشاء الموديل اللي عندنا استحدثنا كلاس جديد بعنوان Cell View، خلينا نروح نضيف بالكنترولر إجراء استدعاء البيانات الموجودة في السيل فيو من خلال يمكن فتحت تمبليت، يمكن نشوف، لا سوري كلاس. طيب نفتح كلاس ونسميه، هنضيف في اجراء فقط واحد نسميه سيل فيو واد public، وخلينا نحط عندنا هون using cashier.factory using cashier.model، استخدم الريبوزيتوري cls underscore cellview ونحط cmd equal new cellview. هذا هننشئ الإجراء التالي اللي هو نوع الميثود list. طيب اللي له CLS cell view، ونقول له مثلا get cell by id، وحنحط عنا هون parameter واحد من نوع integer سيل ماستر اي دي. نحن حنطبع الفاتورة المحددة من خلال رقم الفاتورة، حنستدعي الفاتورة من خلال رقم الفاتورة. جميل، حط try و return null، ونحط عنا هون return cmd dot get my param، نحط عندنا الإجراء self underscore select sale view. طبعا هذا sort procedure بيأخذ one parameter اللي هو sale master id، نضيف الparam اللي هو sale master id يساوي sale master id dot list. جميل، لهون نكون نحن انتهينا من إضافة الإجراء اللي حنستفيد منه إن شاء الله في النموذج. طيب الطباعة، خلينا نعمل view code ونضيف عنا التالي، خلينا نكتب عنا هون new data، نحط method dot same detail يا تابيجيز، كان نحط تحت اللود عنا هون لود سيل داتا باي اي دي او سيل ماستر اي دي. طيب public void لود سيل ريبورت نسميه، ونكتب التين. طيب أولا هننشئ list،
طيب اللي هو الكلاس سيل فيو، سمي سيل وخلينا نقول اسمه اول شيء انستانس انام فوق اللوب سي ام دي سيل فيو سيل فيو سي ام دي بهذا الشكل. جميل. اوكي. راح نحط سيل فيو سي ام دي دوت جيت سيل باي اي دي. طبعا الاي دي حيكون اللي هو ال بي ال سيل ماستر اي دي دوت تكست. طيب بعدين حنيجي ناخذ ريبورت ريبورتس ريبورتس هو الفولدر ريبورتس اللي عندنا هون سوليوشن هذا هو هذا ريبورتس دوت شو في قلبه ار بي تي سيل ننشئ انستنس عنه نسميه ريبورت يساوي نيو هنستخدم هذا الريبورت نشحنه داتا سورس من خلال داتا سورس بالسيل بتمثل ليست لنوع سي ال اس سي في. بعدين هنقول له print report تبقى او report print tool هي موجودة بالكلاس dev express extra reports dot ui نسميها tool equal new تاخذ الريبورت حط الريبورت بعدها تعمل له ريبورت دوت كرييت دوكيمنت مع ريبورت دوت شو انا حطه اني شو بريفيو ديالوج بس حتى نشوف كمعاين نشوف الريبورت واللي بده دغري يطبع مباشره في حط له برنت دغري بيطبع من دون ما يطلع البريفيو للريبورت. فخلينا اولا نشوف بريفيو ديالوج بهذا الشكل. طيب الخطوه الثانيه انه نحن بحاجه نضيف 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 عندنا بالحدث هون بالاضافه لانه نحن مش هنقدر ان الخطوه الاولى انه نحفظ الفاتوره وبعدين تتم عمليه طباعة الفاتورة لأنه إذا ما قمنا بحفظ الفاتورة عمليا هي مش موجودة في قاعدة البيانات. إذا لازم نمشي step by step. step الأول هو أنه نحفظ الفاتورة وبعدين تتم عملية الطباعة تكلمنا عنها. بالإضافة عندنا هون نحن مضطرين بالإضافة أنه ناخذ هذا الكود نفسه ونحطه بالحدث اللود يعني بالميثود اللي هو load report. ليه؟ فنحن عند الإضافة بيعمل النيو، هذا ممكن تعملنا مشكلة لأنه هو حيروح يعمل نيو وبالتالي الريبورت مش حيلاقي السيل ماستر اي دي، مش حيلاقي رقم الفاتورة وبالتالي حيعطينا ريبورت فارغ. فمضطرين نحن نجي ناخذ هيدا الكود مثل ما هو ونروح نحطه وين؟ بالميثود الميثود وكمان هنحطه بشكل كمان step by step. طيب خلينا نطلع على الكود عندنا فوق الميثود اللي هي وينها عند بطن سلام هحط انا الكود بهذا الشكل عندي هون وحجيب هيدا الكود مثل ما هو هذا الكود اعمل له Ctrl X وحطه قبل عملية التفريغ تفريغ الفاتورة قبل عملية تفريغ الفاتورة بالطباعة. طيب جميل هلا خلينا نروح على البطن اللي هو طباعة نضغط على الطباعة مرتين ونقول له load sale report هلا حنفذ اول شيء على زر الطباعة بعدين حنضيفه على الاسكيب. طيب نعمل ستارت ونشوف شو حيصير عندنا. حوقف شوي لحين ما يقلع البرنامج. طيب الآن
لو جينا مثلا وقفنا على البان اشبان، ضفنا هذا الصنف مثلا مواد التنظيف، مثلا ضفنا بونكس مثلا، مواد التجميل 4 مثلا صبغة، وهكذا، وضغطنا على طباعة، بالتالي هيظهر لنا الريبورت بهذا الشكل. لاحظتوا كيف الايمي 45000، عدد الاصناف 4 اصناف، رقم الفاتورة، تاريخ، العملة، والبائع من البائع بهذا الشكل. طيب خلينا نضيفه على الاسكيب من الخروج. طيب الاسكيب نحن حاطينه بالحدث عندنا هون تي اكس تي كود، نجي على بروبرتيز الايفنت سكشن، نوقف على الكي داون، وبدل بي تي ان اد هنحط له، لو صار البي تي ان اد موجود من ضمن الميثود اللي هي اللوت سيل ريبورت بهذا الشكل، هنعمل ستارت ونوقف. اذا خلينا نضيف مثلا بونوكس او ضغط مثلا البان واشبان مثلا، وهكذا. الان سوف اضغط على المفتاح اسكيب الموجود في لوحة المفاتيح، مجرد ما اضغط على اسكيب هيقوم بإظهار التقرير، التقرير، وبنفس الوقت فتح لنا فاتورة جديدة بهذا الشكل. هيك بنكون نحن انتهينا من تصميم الطباعة. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.